الانسان كيركز في ما هو سلبي. السطر تبارك الله يجي ينزلك في نهار، علاش السطر انت مركز معايا الله باغي ينزلني؟ انا ما كنعرفش الله بحال هكا، انا كنعرف الله كيطلع. وبما ان انت كتعرف الله كينزل، اول واحد نزل هو نتايا. انا واخا كنعرف الله هو اللي طلعني. او الليل هذا جاكوار في لو مود عادي، غادي نردو على لو مود ديناميك، هيا تولي بالاحمر تخرج النياب. ياو ولا 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 على الطايق قبل المغرب، عرفتي زعما تجيب دوره قبل المغرب فهمتي، غير مخرج مخرج المازيراتي نضرب بها دوره على الطايق قبل المغرب وغادي نمشي ندخل هاد الناس، عرفتي صاصه ولا 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 على مشيت. جا صات تفرج دابا في المازيراتي بالموتور ديال الفيراري، خليني من داك الفيلم تاع الجاكوار البارح السخفان. سمع سمع ياو، كما كنقول ديما كنبارطاجيو في الانستغرام دوك اللحظات الزويونه، كنبارطاجيو ساعه الخدمه وساعه التماره وساعه الجره وساعه الادارات مع ساط. راه ايفري فاكين داي ما كاين حتى شي حاجه ساط من غير الخدمه فهمتي، رجعنا لها ما كاينه الخدمه على الخدمه على الخدمه. انت ساط شوف على فيلا تبارك الله في حي الرياض فهمتي، الناس باقا كتبني شي شو تبارك الله على فيلا فهمتي. كاين ساط انا كنكون كنتسارى في المغرب تيبان لي غير الحديد والفيلات والقصور ساط بالرجوله، يقول لها فينا هو خايسي على المرسيدس اصاد بالرجوله انت ومع من مركز اصاحبي. انا بعدا تقادير تيبان لي داك الفخر اصاط، انا من الصح كندور هنا اصاط يبانوا لي الفيلات والقصوره والحديد من الاخر، هادشي علاش مركز وكنشوفو سبحان الله ايفري وير كندور كاين الخيرات اصاط. كنت غادي في الرباط وقف علي السانس برانشة ديالو وقف علي قال لي ما كاينش الفقر في المغرب، نوضو تخدمو نوضو تخدمو راه ما كتجيش خويا الله الا كنحييك كلاكسون عليا وكفني وي وي ما كدير والو. وقلتي لي شنو على الباك؟ مازال ما شوف شي واحد اللي يهبطك، شوف شي واحد اللي يموتيفيك اللي غيطلعك. دراري داك اللي مريح في راس الدرب مريح في قهوه شات 7 دراهم ما يفيدك، شوف قول شوف هذاك عنده حسن خاصني نوصل. راه داك الشيء كنشوف كنشوفو في ناس كبار والحمد لله اي حاجه تشلباك غير نيفوباك. الله خويا الا كنحتارمك وحق الله الا كنحتارمك، الله خويا الا لي زيكزوم في البحال اجي كنحاولوا نصنعوا نصنعوا بزاف ديال الشباب فهمتي اللي اللي تنزرعوا الطموح الطموح والامل اخي. اي واحد زيد لقدام يشوف ما حاجه كديرها في بالك غتوصل باذن الله باذن الله. هو الخدمه الخدمه الله في الوالدين والوالدين شو شو اخي الا خطاك رضا الوالدين ضعتي الله يحفظك اخويا وتبارك الله عليك. اي واحد من القلب نسهل عليه الله يحفظك الله يحفظك اخويا الله يحفظك الله يعزك اخويا وبالتوفيق وطريق السلامة الله يحفظك وموقفين الطريق ولكن هانية الله يعزك اخويا وبالصحة والراحة الرنجة وكتضربوا على الدراري الحديد الله يحفظك الله يحفظك. الدراري بالرجولة هادشي ما كانش مقصود، كنت غادي وبالمناسبة السطات قبل نصورو كاين بزاف ديال الدراري يوميا كيوقفوني بحال هكا حديد ساوي، والدراري داروا شي حاجه بلا حديد ساوي تيكون دار شي حاجه في حياته دومتو ليكا ما كيبغونيش نصورو. الدراري هذا طلبته قلت له واش هاني ندير في ستوريا، قال لي ما كاين حتى مشكل. عرفتي صعب راه كاين بزاف ديال المغاربه كيوقفوني يوميا ولكن الدراري ما كيبغوش يبانوا في الكاميرا، راه بزاف الدراري واصلين راه اخو انا اخو. ياو صباح الخير جوج كليكات هيا دي ديماري. ياو المدى والنهار ديالنا مشيو صراحه عرفتي بقات لي 3 ايام في المغرب واش نشوف غادي نمشي للامريكان ما عكرهش نجلس السطير هنا. جو برو في هاد الحياه هادي صراحه كاين بزاف ديال الحوايج خايبه ولكن في نفس الوقت كاين شي حوايج زوينه، والمشكل فين كاين هو انت مركز في داكشي الخايب، حاول تركز في داكشي الزوين ولا يجي يفيدك. المشكل بالضبط نزيد نقربوا لك هو ملي كتزاد فقير في اسره فقيره بحالي انايا كتولي كتركز في داكشي الخايب وكتركز يتكريتيكي وفي المشاكل، عكس الناس اللي لاباس عليهم ديما كيخليو ولادهم يركزوا على داكشي الزون لي زوبورتونيتي وفين كاينه الهمزه وشنو ممكن يديروا. وداكشي اللي عندك هنايا لداخل هو اللي كيخلق داك الواقع اللي بحالو. على حقي داش ما تقولش لي لا هذاك ولد عائله لاباس عليها، لا صات هو ولد عائله لاباس عليها، انا راه ولد عائله فقيره والحمد لله دابا. وشحال من واحد ولد عائله لاباس عليها كنعرفو دابا في الخميسات كيدور كيطلب نهار واقف في الطول الحمر انا والوالد ديالي وجا عند واحد السيد قال لي شي صدقه في سبيل الله ويدو مع الوالد قال لي اواه كدا 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 انت ولد فلان اي قال لي عرفتي ولدي هذا باه كان كيملك النص في الخميسات دابا هما ولادو الله يحسن العوان. هادشي اللي كاين الصح
باون كان فقير ومع الخدمه 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 ولا لاباس عليه، ولكن ولادو ورثوا الفلوس ورثوا معاه حتى العقليه الفقر، لانه فهمتي ما صيفطوهمش يقراو على برا، فهمتي يشوفوا شي حوايج يبدلوا النظره ديالهم للعالم، يبدلوا العقليه ديالهم، لا بقات عندهم العقليه ديال اكثريه الشباب. فصات كاي مغربه تعطيه الفلوس، صارت الحفلات السكرى البنات الشيخات فهمتي دوزوا الحياه الماكس، ما يمكنش تنافس معاهم في ديك اللحظه فاش خدوا الفلوس فاش ورثوا فهمتي طق. ولكن دابا الصات طلابه كانوا الصات هي كيصرفوا، ما كانوش كيدخلوا الفلوس، ما كانوش بحال باهم تيفكر نحط كدا خصني نجيب قدا قدا، لا هما عندهم يصرف صرف صرف البنات الشيخات الحفلات الشراب، عرض على عباد الله، خلص على عباد الله، بان على عباد الله، خلص على كل شيء عباد الله، ما عقلوش عليهم دابا. وبيان سور الصات ملي كتكون الفوق مليون واحد باغي يكون معاك، وملي كتكون في القاعة الصاد حتى واحد ما باغي يكون معاك الا والديك، ما والديهم ماتوا للاسف، فهمتي والديك واحد النهار تيموتوا الصاد، غتبقى غير بوحدك كتواجه الحياة. وا رد بالك اش اللي غنقول لك، علاش انت تختار تكون فيكتيم وما تكونش بطل؟ علاش انت حتى حد ما معايا؟ علاش انت ما تكونش معايا عباد الله؟ انت الصاد خدم ودير الفلوس وكون انت معايا عباد الله، ما تسناش عباد الله يكونوا معاك، حتى واحد ما معايا، الصاد انت كون معايا عباد الله، ما تسناش عباد الله يكونوا معاك. بما اني فهمتي تزايد في دواري زيك ولد اسره فقيره، دونك فهمتي شفت من القاع حتى للفوق. الصاد راه الطريقه باش كنفكروها صاحبي كفقراء، ولا يومين هذا كيجوني دي ميساج الفقره صاحبي براسو، راه بنادم راه على خطأ ومستمر، انا كيركزي في ما هو سلبي. الصاد رد بالك الله يجي ينزلك في نهار، علاش الصاد انت مركز معايا الله باغي ينزلني؟ انا ما كنعرفش الله بحال هكا، انا كنعرف الله كيطلع، وبما ان انت كتعرف الله كينزل اول واحد نزل هو نتايا، انا واخا كنعرف الله هو اللي طلعني. ملي كتكون ثقتك الصاد في الله كبيره، اي دونت كيف فاك من الاخر، تبارك الله ينزلك. شتا الصاد انت كيفاش كتعرف الله؟ كتعرف هو كينزل؟ لا خويا انا كنعرف الله كيطلع، كنعرف الله كيعطي، كنعرف الله فهمتي ديما كيجازي، انا هكا واخا كنعرف الله، الا كتعرفو انت بشي طريقه اخرى. المشكل دابا ماشي في النزله والطلع، ولا بغى الله يعطيك شي حاجه غادي يعطيها لك، واخا العباد كامل يتجمعوا ضدك غادي يعطيها لك، وفهمتي وخلي نيتك في الله. ولكن المشكل الصاد هو علاش انت كتركز في داك الشيء السلبي؟ علاش انت كتدعي كتبغي الخير لعباد الله وانت راك ما باغي الخير حتى واحد؟ كما كنقول في الفيديوهات ديما في الاخر غادي تجازى في هذه الحياه هذه داكشي اللي عندك هنا لداخل، وما كتقولوش قدرت تجي تمثل على عباد الله اخويا مبروك، وانت راه ما حاملوش في الاخر الصاد، ما كتجيبهاش في هذاك خونا اللي نافقتيه، كتجيبها في راسك الصاد، وفي الاخر كتجازى داكشي اللي عندك لداخل. دونك الصاد راجع راسك، على حقاش بزاف الناس هي كيدعيو انهم كيبغيو الخير لعباد الله، ولكن في الحقيقه هما بغاوش الشر لعباد الله، وبالتالي عايشين في واحد الشر كارثي هما ما تيغطوش البال، راه داكشي اللي عندك هنا هو اللي تاخذ، زعما كتنافق عباد الله وكتضحك عليهم انت واحد. بما ان خايف هاد الحياه هادي بلا ما تقلب تقول زعما اليونيفيرس وتقول بالله الله هاكا انت تجي تقول، ما يمكنش فهمتي، ما يمكنش بلا ما تفكر فيها راه ما يمكنش، ممكن تقول بشي جوج عباد الله ثلاثه، ولكن اللي كيخلص في الاخر هو الله، اجي يعطيك حسابك مقاده معلمت انتي. يا اخوان سالوا هاد الفيديو هذا ما نطولش، خصني نمشي. الفقر ملي كندوي عليه ديما الفقر ديال العقل، لان اصلا الفقر ديال العقل هو اللي خاطر، ما كانوش عندك الفلوس ما كتسماش فقير، كتسمى مفلس فهمتي، عندك العقل ولكن ما كايناش الفلوس مفلس. ولكن اخوان الفقر هو واحد الحاجه هنا كتعشش، لان الصاد الفرق ما بين تشاينا وما بين اثيوبيا، غادي نهزو داك الشعب ديال تشاينا نحطوه في اثيوبيا، غادي تولي اثيوبيا هي تشاينا، ونهزو اثيوبيا نتوما تشاينا، غاتولي تشاينا هي اثيوبيا. دونك الناس والناس باش بهنايا، ماشي الدوله ماشي الغوفرمنت، انت تشاينا حكومه ديكتاتوريه ما كاين غير سير تخدم من الاخر، وما كاين لا فيسبوك لا يوتيوب لا انستغرام، ما كناش غادي نديرو هاد الفيديوهات كاع كون كنا في تشاينا، ما كانش كاع يخدم لنا الانستغرام، ولكن شتي فين واصلين. واحد الطبسل ديال الكسكسو قبل مع الطايه، ويلي 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 على منا دار، واليوم طلع الشمس ومعانا السي غيساني والسي مصطفى. السي غيساني هاد النهار هذا جرفنا، اخا غيساني تبارك اللهم بارك. وفي اليوم بطل المغرب على البيتزا اللي عرضنا، تبارك الله اخويا تبارك الله، الله يحفظك ابو حكيم كرمتينا. ها انت شو هاد البيتزا 5 مع السي محمد والسي منير، بارك بير هذا كرمتينا واستاذ ما نجي ما نقول. واه صحابنا اخا حكيم عرضينا له وحده، انا بجوج اللهم بارك، اخلي عليك يستاهل اخويا يستاهل. لا 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 ما نجي ما نقول، تبارك الله.